رحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اسمحوا لي نطلع علي في النهاردة من العربية عندي، لأن النهاردة الجمعة وعندي بعض الزيارات العائلية والواجبات الأسرية، لكني محضر كل يوم إن احنا نتقابل مع بعض. فاسمحوا لي بقى نقول المعنى النهاردة واللي اتفقنا عليه كل يوم نتقابل عليه من جوه العربية. احنا اتفقنا إن احنا هنتقابل كل يوم في العشر الأوائل من ذي الحجة في طاعة كبيرة اسمها حضور مجلس العلم، واحنا نحضر مع بعض مجلس علم فيه معلومة وفي معنى وهندعي مع بعض. وعايز افكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم، ان اي حد بيحضر مجلس علم ربنا بيقول للملائكه اشهدوا اني قد غفرت لهم. ففي ملك من الملائكه كما قال صلى الله عليه وسلم يقول يا رب فيهم فلان الخطاء، يعني عنده كبائر، فيهم فلان الخطاء انما جاء لحاجه. هو كان معدي فلقى ناس قاعده لكن مش جاي مخصوص عشانك يا رب، فيهم فلان الخطاء وكمان مش واخد نيه انما جاء لحاجه. فربنا يقول وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. اي حد كان بيسكرول دلوقتي في الفيسبوك او ايا كان على السوشيال ميديا عندنا ويلاقي الفيديو ده ويسمعني، يبقى ربنا اراد انك تحضر مجلس العلم ده. اتفقنا على معلومه ومعنى ودعوه. المعلومه السؤال اللي دايما بيتسال الناس اللي بتضحي، يعني اللي هتشتري بقى ان شاء الله هتذبح السنه دي، وبيشوفوا في التلفزيونات اعلانات صك الاضحيه. كنت لسه بتفرج على علماء دار الإفتاء المصرية وهم بيتكلموا على إباحة إن صك الأضحية ده حلال، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أباح لنا إن احنا نوكل في الأضحية. يعني مثلا واحد مسافر فيبعت فلوس لأهله هم اللي يذبحوا الأضحية بالنيابة عنه ويوزعوها. فقالوا هي إنك تدي جمعيات موثوقة منها تذبح وتوزع بالنيابة عنك. فالناس اللي بتسأل عن صك الأضحية ابحثوا عن رأي دار الإفتاء. وشمعنى دار الإفتاء؟ ميزة دار الإفتاء المصرية أن أولا فيها علماء متخصصين، ثانيا دار الإفتاء المصرية بتجيب بآراء الفقهاء، مش بتضيق على الناس، بتوسع على الناس مدام الأمور فيها سعة. وأهم حاجة في دار الإفتاء أن اللي بيجاوبك متخصص، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فدي معلومة عن صك الأضحية. المعنى، هاجم على قلبي النهاردة قوي أن أنا أشجع نفسي وأشجع حضراتكم في الأيام الفاضلة دي على الصدقة. قال صلى الله عليه وسلم، خد مني الثلاث معلومات دي، قال الصدقة تطفئ غضب الرب وتحفظ من ميتة السوء. الحديث ده في سنن الترمذي. تطفئ غضب الرب، ناس كتير مننا بيعملوا غلطات سواء كانت كبائر أو صغائر، حاجات ربنا قال إنها لو اتعملت ربنا يغضب، وناس كتير مننا بتخاف من سوء الخاتمة إن الموتة ما تبقاش حلوة. وكأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك الحل في الصدقة. واحنا الاحوال اللي احنا فيها دلوقتي في بلادنا فعلا محتاجين نحس ببعض في وسط الغلاء اللي موجود دلوقتي. وكل واحد ربنا موسع عليه عنده قوت يومه وزياده شويه، جميل قوي انه ما ينامش الا لما يتصدق. المعلومه اللي عايز اقولها لك في الصدقه مهمه قوي، ان سيدنا النبي لما اتسال عن افضل الصدقه قال جهد المقل. يعني ايه جهد المقل؟ الحديث في سنن ابي داود، اي الصدقة افضل يا رسول الله؟ قال جهد المقل، يعني واحد معاه حاجة قليلة، سواء معاه اكل قليل او فلوس قليلة او لبس قليل، ويطلع منه حاجة بسيطة على قد ما يقدر، ده اسمه جهد، يعني عمل اقصى حاجة عنده. المقل دي افضل صدقة عند ربنا، لانك فعلا عملت اقصى حاجة عندك. ودايما بتستوقفني الآية اللي في ختمة سورة المنافقون، لما ربنا قال وانفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأعمل إيه؟ قال فأصدق وأكن من الصالحين. وكأن أي إنسان بتفارق روح الدنيا بيقول له يا رب اديني لحظة بس أطلع صدقة، وكأنه بيرى شيء معين بيخليه نفسي أتصدق علشان أكون في مقام أعلى وأعلى مما أرى من الدار الآخرة. فبوصي حضراتكم وبوصي نفسي أولا، تعالوا نتمرن الفترة دي على دوام الصدقة. ودايما بص في جيوبك على الجناهات المرمية، وبص في الجيوب العربية وفي دراج البيت عندك، هتلاقي الجناهات دي موجودة، حطها في جيبك وطول ما انت ماشي. قال صلى الله عليه وسلم إن المكثرين اللي معهم كتير هم المقلون يوم القيامة، معهم قليل يوم القيامة، إلا من قال بيديه هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. اللي عمال ده مش بيرمي بقى، عمال بيوزع فلوسه يمين مش وشمال وفوق وتحت، كأنه كناية عن كثرة الإنفاق. فربنا يقدرنا ان احنا فعلا نحس ببعض، وافضل الصدقة جهد المقل. معلومة عن صك الأضحية، معنى عن الصدقة، ولا يبقى الا الدعاء.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على راحم المساكين، اللهم صل وسلم وبارك على شفيع المذنبين، اللهم صل وسلم وبارك على حبيب رب العالمين. اللهم بلغنا يوم عرفة وأنت راض عنا، اللهم بلغنا العيد وقد غفرت لنا كل الكبائر التي اجترأنا بها عليك. اللهم بلغنا يا رب العالمين مما يرضيك آمالنا. اللهم إن في كل قلب واحد منا هما لا يعلمه إلا أنت، اللهم فرج هم المهمومين، اللهم نفس كرب المكروبين، اللهم اقض الدين عنا وعن المدينين. يا رب انظر إلينا بعين الرضا فلن نشقى وأنت رجاؤنا. اللهم لا تنصرف شمس هذه الأيام إلا وقد غربت بذنوبنا، لا تغرب شمس هذه الأيام إلا وقد غربت بكبائرنا وصغائرنا يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا على ما تحب حتى نلقاك ونلقى رسول الله وأنت راض عنا وهو فرح بنا يا أرحم الراحمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على حبيبنا محمد. الحمد لله يا رب العالمين. كل يوم نتقابل على الصفحة في مجلس علم قصير كده عشان ناخد فيه الثواب مع بعض ونتقرب إلى الله بطاعة من أجل وأقرب العبادات إلى الله. كل سنة وانتم طيبين.